أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، هذه أجمل تحية من ملعب حديقة الأمراء، ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق. أعزائي المشاهدين، لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان في مواجهة فريق لايبزيغ. الجولة الأولى في دور المجموعات دائما تكون مهمة لأنها تعطيك وتمهد الطريق وتكون ضربة البداية لمشوار دوري الأبطال الطويل أيضا، واللي يبحث بالتأكيد في كل فريق على أن يسير حتى النهاية. اليوم يبدأ المشوار. طبعا مجهود بدني كبير جدا يبذل الفريق في ارضيه الملعب لتغطيه كل المساحات وكل مكان في الملعب. الضغط بالطريقه السليمه يجعل يستعيد الكره دائما بشكل سريع ويجبر الخصم على ارتكاب الاخطاء. في السنوات الاخيره اصبح البي اس جي ضيفا دائما في دوري ابطال اوروبا. مشاركة الفريق في مرحلة المجموعات أصبحت أمر معتاد، وحتى ترشحه لصدارة المجموعة لم يعد بالأمر المستغرب. الفريق انتقل إلى مرحلة جديدة مؤخرا بعد الاستثمارات الكبيرة في الفريق، مرور العديد من نجوم كرة القدم أيضا. اليوم يبدأ المشوار الأوروبي وهو يحلم بأن يكون صاحب كلمة في هذه البطولة، ولما لا أن يكون البطل، خاصة وأنه يملك الإمكانيات لذلك ولديه فريق مدجج بالنجوم قادر على حسم الكثير من المباريات الصعبة. أمام حضراتكم تشكيلة الفريق الضيف. يعتمدون الرسم الخططي بشكل 4-5-1 الهجومي. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. داني اولمو لديه فرصة لإرسال كرة عرضية، الحارس يفوز بالكرة تحت الضغط. أكيد اليوم في تركيز كبير وفي أمان موضوع عليه في هذا اللقاء، الكل يعرف قيمته والجماهير أكيد عندها طموحات. كرة هدف لميسي، فرصة خطيرة، ما زالت الشباك نظيفة حتى الآن. كرة كانت قريبة من الدخول لكن مرت، لكن ضاعت بشكل غريب في اللحظة الماضية. كونراد دايمر، كيفن كامبل، اوهو حلوة خطرة، خلصها وعليه الابعاد. نيمار، تصل عند ادريسا جاي، ملعوبة الى هيريرا، كرة بتعدي بوجه في المرمى، ما زالت الكرة تشكل خطورة. داني اولمو، جميل الكرة البينية، الله على النطرة. راموس بيشتت الكرة، البي اس جي وهاجم الان، بيرسل الكره في الخلف، نيمار، نيمار يسجل الان، يضرب الان، هدف اول عن طريق السحر البرازيلي، الله
الهدف مرة أخرى. شوف كيف لعب للتمريرة، وبعد ذلك يتم لعب الكرة في الزاوية القريبة المغلقة لتدخل المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء. يتقدم بالكرة للهجوم، فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. كونراد دايمر، تصدي ممتاز، عمل كبير من حارس المرمى في اللقطة الماضية، يستحق عليه الإشادة. كرة كان ممكن تكون هدف، لكن الله على تدخله في الوقت المثالي. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. ليونيل ميسي انطلق على الطرف، ممكن يلعب له كرة عرضية. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. يا رب، مستحيل التسديدة. الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. والآن مع إعادة الهدف ومشاهد الخطأ الكبير في تشتيت الكرة، لم تبعد بشكل كافي واستمرت الخطورة وأدت بشكل مباشر لهذا الهدف. دايمر، شعور مختلف بأن تشارك في دوري أبطال أوروبا، مجرد سماع النشيد. يا الله، يلغى الهدف والراية مرفوعة، والتسلل في هذه اللقطة كان ممكن نشاهد هدف، لكن التسلل موجود بكل تأكيد. ليونيل ميسي، أشرف حكيمي، احتفاظ بالكرة في وسط ملعبهم من قبل الفريق الفائز. هو متقدم في النتيجة ويحاول أخذ كل الوقت في التحضير لهجماته. رؤية ممتازة للملعب، تدخل بيريح الفريق. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. داني أولمو، خطيرة عند أولمو. صفرة الحكم تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال. نيمار، الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة، لكن بناء غير منتهي هنا، كان في تباطؤ في لعب الكرة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. أندريس سيلفا هنا في مكان خطير، تمريرة ملعوبة، تصدي ممتاز من دونا روما. قد تأتي الحلول من دكة البدلاء، الأوراق الرابحة، المدرب يدخل لاعب بديل على أمل العودة في المباراة. ماركو فيراتي، أشرف حكيمي، ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة. يعود بالكرة بعد عرضية ممتازة، تصدي جيد من الحارس، ربما تكون هذه الكرة الوحيدة اللي تصدى لها في المباراة. نيمار،
كرة بتتخلص من المنطقة. ماركو فيراتي، ماركو فيراتي، الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، ينتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. حكم بيوقف اللعب ويحتسب الخطأ، فشل الفريق إذن في مبدأ تحت الفرصة، وبالتالي هناك كرت أصفر. تغيير لفريق البي اس جي. ركنية تنفذ بشكل قصير، يتوغل باتجاه المرمى، ما زال يبحث عن الفرصة. هدف لصالح باريس سان جيرمان. الله على هذه المهارة في لقطة الهدف، شوف المرور يا لعيب، خاد حارس المرمى، هز الشباك في لقطة ممتازة. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. كيفن كامبل، ملعوبة إلى فورسبيرغ، بمهارة بيمر فيها، بيتخلص من الرقابة الآن، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. هذه فرصة هدف. ليو ميسي، فرصة حقيقية بعد احتساب الحكم لكرة ثابتة في هذه المنطقة. حائط الصد يوقف هذه الكرة. ضربة ركنية احتسبها الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تنفذ ركنية من دي ماريا في 18. ماركينيوس، دي ماريا، تصل إلى سيرخيو راموس. ممتاز التصدي، برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على هذا التصدي للكرة من هذه المسافة. أعتقد المدرب راح يدفع بلاعب بديل في اللحظات القادمة. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. ماركينيوس، ملعوبة إلى راموس، كرة هدف لباريس. الجماهير كانت تطالب باحتساب ركلة جزاء وغير راضي عن قرار حكم المباراة بتجاهله في اللقطة الماضية. كرة بينية فيها خطورة الآن. أوهو، لم يسجل هذه الكرة، ضاعت الفرصة، كرة كانت قريبة لكن سددها خارج المرمى، لا يمكن أن تضيع مثل هذه الكرات. ماركو فيراتي، الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة، كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. فرصة الآن، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. ماركو فيراتي، وصلت لمبابي، ليونيل ميسي، الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي. أندريس سيلفا، تسديدة محاولة على المرمى لكن ما كانت خطيرة بصراحة. شوف التسديدة قوية نعم لكن بعيدة وبدون دقة. تغيير متوقع بعض الشيء، شاهدنا مستوى ضعيف وأداء دون المتوقع، تغيير هدف تجديد دماء الفريق في أرضية الملعب.
الحكم يشير إلى إضافة 3 دقائق كوقت بدل ضايع. الحكم يحتسب تسلل في كرة مثيرة للجدل رغم صعوبة اللقطة لحظة لعب الكرة، لكن المساعد كان في قمة تركيزه. نعم نرى أنه كان تسللا صحيحا. الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، نهاية المباراة وفوز مهم جدا تحقق اليوم في انطلاقة مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بداية قوية للفريق في البطولة، الفوز سيجعل الفريق يلعب بثقة أكبر في قادم المباريات.